يا ريت نقدر نساعدهم. النهارده عايز اقدم لكم قصه كفاح للست زينب صابر عبد الفتاح. الست العظيمه دي من محافظه الدقهليه، اتجوزت وربنا رزقها باربع اطفال، ثلاث بنات منهم كفيفات وطفل واحد سليم. جوزها سابها واتجوز وتخلى عنها وسافر ليبيا. قررت تحمل المسؤوليه واصرت على تعليم بناتها الثلاثه الكفيفات. اشتغلت عامله في مدرسه بالصبح وعلى مكنه خياطه بعد الظهر، وربت بناتها وعلمتهم لغايه ما خدوا مؤهلات عليا، والولد كمان علمته وتخرج من الجامعه، وجوزت بنتين. هي ام مثاليه ورحله كفاح مشرفه. تعالوا نشوف حكايتها ايه. نور مكانه في القلوب، خروج شمس الغروب، يا تكون قد الحياه، تعيش وحيدي وسط الظروف، يأس ضعف وخوف كمان، لكن الأمل يفتح ببان، يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الظروف، المس خضار الشجر، عظيمة كافحت عشان تربي ولادها. عندها ثلاث بنات مصابين بفقد الإبصار، ومع ذلك هي ما سكتتش، قالت لازم أعلمهم. واحدة منهم اتجوزت وخدوا كلهم مؤهلات عليا، ونسمع منها الحكاية. ازيك حاجة زينب؟ الله يسلمك. أخبارك إيه؟ نشكر ربنا على ما أعطانا. احكي لي بقى حكايتك يا حاجة زينب. حكايتي ان ربنا بعت لي بنتي كفيفه، ورجعت تاني جبت التانيه، وجبت محمد وجبت مي، فاللهم صل على حبيب النبي. مشيت وياهم بقى. عملت ايه بقى احكي لي؟ يعني انت كان جوزك مشتغل؟ جوزي كان على اختلاف بيني وبينه بعد ما جبت الاولاد الكفيفه. ليه بقى؟ هو زي ما كانوا قالوا له بقى اخو، يعني كده اقرب الناس ليهم، ازاي تعيش مع واحده بتجيب عيال كفافه وكده. فاخترت، حتى رحت عند جماعتنا فصممت، يعني اخواتي كانوا عاوزين فرق طلاق، فانا ازاي اللي انا اسيب ثلاث عيال مكفوفيه. فقلت لاخواتي لا، لو هعيش عند خدامه لعيالي انا مش لا باصه، لان مجرد ما هتطلق مجرد الف واحد هيتمنى اللي هو يجوزني. فقلت لا، انا عاوز اعيش لعيالي. فاتمنيت، جت ناس صالحتني ورجعت تاني شقتي، وبقت حياتي بقى كلها وسابك هو بقى جوزك ساب؟ ساب، اتجوز. واتجوز عليك؟ اتجوز عليا. طلقك بقى؟ لا والله، خليك على اسمك. خلاني على ذمته. كان بيصرف عليكي؟ لا. طب انت عملت يعني ايه معاكي؟ هو قعد سافر اتجوز وخد زوجته ليبيا. قعد حوالي عن يجي 20 سنه في ليبيا. يا وانت على ذمته؟ وانا على ذمته، انا هجري ليه؟ لو انا عاوز اتجوزها هطلب الطلاق، انما انا حاطه يعني حاجه معينه في دماغي ان العيال كده الكوفه فيها، ولازم البلد كلها تضربهم المثل.
صرفت عليهم ازاي ده؟ يعني ده حتى لو كانوا صحاح كان الواحد يقول برضو الموضوع هاي، لكن دول ثلاثة وكوفة، فعملت ايه وصرفت ازاي وجبت فلوس والله ايه؟ هي كانت حب الناس ليا ما كان ليه حدود. يعني رب الرحيمة كانت عليا الحمد لله، بشكر فضل ربنا عليها، فما حوكنش لأي حد. اشتغلت ايه بقى؟ اشتغلت، انا كنت انا خياطة، اشتغلت في تحسين الصحة، اخيط بالنهار وبالليل اشتغل عميلة في مدرسة النور والامل لما انا قدمت لهم. فالحمد لله والشكر لله، ما رانيا واخدت شريعة اسلامية ما شاء الله، ومحمد خد اصول دين، وبسمة خدت اداب تاريخ، ومي خدت اداب اجتماع في طنطا. يعني بقيت بين المنصورة، بين دي كرنس وبين المنصورة وبين طنطا ما شاء الله. بس اكيد كان في يعني كان فيها كده صعوبات في حياتك، قابلتك يعني تربيتهم مش بالسهل زي ما بيقولوا. هي الصعوبات دي جت بعد ما كبروا. انا كنت سعيده بهم لان ساعدهم ان هم كانوا طالعين من الاوائل. يعني قران اسمهم مكتوب وهم صغيرين على باب الجامع حافظين قد كده. رحت المنصوره كانوا من اول اللي هي مي كانت بتلقى شعر وتعمل على المسرح تمثل، بسمه كانت بتعزف اورج وبتضرب بيانو ما شاء الله، وكانت طالعه الاولى على مواهب المنصوره. فرحانه انت بيهم؟ انا فرحانه بيهم بس الصعوبه بقى جات لي بعد ما كبروا. في ايه بقى؟ اللي هم يعني انا كنت نفسي ان حد يتوظف، لان كنت بشتغل في التير، بشتغل يعني بشتغل بالليل في الليله ب2 جنيه، ما كنتش بقبى كل يوم ولا كل شهر، ده انا كنت بقبى كل الترم 200 جنيه و250 جنيه الترم. وانا شوف من ديكنس المنصورة يعني بالنهار في تحسين الصحة، وبالليل في مدرسة النور والأمل، بالليل في مدرسة النور والأمل مع أولادي وأولاد اللي زيهم، وحاسة بهم أحمي وأغسل. يعني لما أكون أنا ليلة بيتة يقولوا إن العيال تبقى نازلة الطابور، يقولوا ما شاء أم بسمة بيتة هنا، كان حومة وغسيل وتسريح ومنظر المدرسة ومطبخ مدرسة وتخية المدرسة كله كل متظبط تمام، كله يعني مستلمين المدرسه 10 على 10. دول اكيد مبسمه بيتهم. بس مبسمه انت يعني كنت ملاحقه ازاي توديهم مدارس ولا تشتغلي الصبح ولا تشتغلي بعد الظهر؟ هو كده كانت سبحان الله، كان صحه انا ما اقول لك. تهيألي يعني كان فيها شده رجاله بصراحه. يعني كنت اطبخ وراح اودي في المدرسه اللي هم بعد ما وصلوا الكليات، يعني انا سبت المدرسه وهم في ثانيه ثانوي. البنات بقى قالوا ايه عشان متفوقين؟ قالوا لا يا ماما، لا عندي كده بقى خلاص عشان خاطر يا ماما ما تشتغليش معانا، عز علينا نبقى في الاوائل وحد يقول لك مثلا ضغط الميه عايزه تتعمل يعني تتعمل. وكان زمايلهم بقى اللي هم طالعين من الاوائل شيء يعني رتب عليها. انا الوحيده اللي بشكر فضل ربنا. يعني انت هم كانوا حاسين بقى في المدرسه اللي انت كنت بتخدمي فيها وتشتغلي فيها ان خلاص بقى المفروض بقى تسيب الشغل هناك، خلاص بقى هم كبروا هم كبروا بقى وخلاص. قلت لهم ايه لما قالوا لي كده؟ بصار مني يا اولاد والله يا ماما ونستعان منك، بس يعني لما كنت زميله بنتي كانت يعني زمايلهم كانوا موجهين وعلى مستوى عالي، فانا كنت عامله وهم طالعين بقى ما شاء الله تبارك الله كانوا اوائل الطلبه ما شاء الله. اللهم صل على الحبيب. مين كان بيذاكر لهم؟ لا هم بيكتبوا يقروا ثلاث براير. يعني هم كانوا في مدرسه النور والامل، وبقيت هم رانيا بقيت اخدها طلخه، شوف انا من دي كيرنس بقيت اخدها طلخه ادي لها دروس ما شاء الله، دروس عشان تكتب وتقرا بطريقه براي، واخده طالعه الاولى بردك اهي معايا شهادات اللي هي طالعه بردك الاولى بطريقه براي بقدر مع اخواتها، وبقيت اخدها في الدروس طلخه والمنصوره وهنا وهنا لما وصلتهم الكتابه والقرايه بردك بتاعه طريقه براي. بس حضرتك حجزينا متعلمه؟ انا يداني كهله خالص ما اتعلمتيش. والله العظيم جاهله ولا بعرف اي حاجه. بس اكيد في لحظات مرت عليك كانت لحظات صعبه. هي اصعب لحظه كانت ايه اللي انت كنت فيها تعبانه قوي مش عارفه تعملي ايه؟ اصعب لحظه اللي انا كنت نفسي جوزي ياخد ايدي في ايدي عيالي، يعني ايدينا في ايدين بعض، انما وقت الفراق وكان العيال اطفال، يعني بقيت انام اقعد تحت رجليهم وهم نايمين، دول هيصرفوا ازاي؟ طب دول هيعملوا ايه؟ طب يا ربي ما كنتش تجيب بنت بتشوف تمسك ايد اخواتها، يعني مرحله كانت صعبه. بس الحمد لله. لا ده انا سعيده بهم والله. بالليل كده وانت كده خلصت يوم شغلك وقاعده بالليل كده مريحه كده، تدعي ربنا تقول يا رب عايزه ايه؟ اتمنى من ربنا ان عيالي يجعلهم السعد، يعني اولادي واولاد المسلمين جميعا، كل ام
تشوف عيالها في اسعد سعاده. امين يا رب، امين. طيب قولي لي بقى، انت دلوقتي بتشتغلي ولا قاعده في البيت بعد الاولاد اللي دخلوا الجامعه؟ انا قاعده في البيت طبعا، ما عادش خياطه زي الاول. ما عادش كانت الخياطه خياطه، ما عادش خياطه. دلوقتي مثلا الهدوم الجاهزه غربت، اللي بتقصر واللي بتضيق وهي ماشيه. يعني لسه برضه بتشتغلي خياطه؟ عندك المكنه بتاعتك؟ عندي المكنه بتاعتي. بتفصلي لاولادك؟ طبعا. امال ايه، اي حاجه حتى لو هم طالبين حاجات جاهزه بوجهه واسعه بقسمها لهم، بظبطها لهم. هي وغيرها وغيرها يعني. حسيتي بايه بقى يوم فرح بنتك؟ السعاده تهيألي ديت، انا تهيألي السعاده ما كانش فيها. لو اني انا بطلب طلب واحد يعني، لو اي واحد كفيف ويطلب واحده كفيفه محدش يتعرض عليها. لا هم انا اتعذبت فعلا في المنطقه دي. يعني يجي الواحد عاوز يعني يشيلني العزال كله، بس حب الناس ليا ما كان له حدود. انا طلعت نفس اللقاط، نفس جوز البنات، انا طلعت جوز البنات عزال. انا تهيالي اصلا راجل ما يطلعهوش. ربنا يخليكي ليهم. يعني حب الناس برضه، حب ربنا احسن اكتر، حب ربنا كتير كتير كتير. ووقف معايا القلوب الرحيمه، الحمد لله جابوا لي اللي فعلا العزال وساعدوني وكده يعني، بس كنت فرحانه. جوزك بقى عمل ايه بقى لما لقاكي بعد 20 سنه ربيتي العيال؟ لا جوزي قعد ما قالكيش حاجه، ما كلمكيش؟ لان هو كان نازل مريض، لما نزل من ليبيا نزل مريض تعبان. ما قالكيش سامحيني؟ هي كلمه المسامحه بقى يا كان، لان انا فعلا كنت بحبه. يعني انا فعلا على قد ما اتجوز واتهنت واتبهدلت، بس انا ما فكرتش في اي حاجه الا برضك هو. وانا لما اجي وجه تعبان يجي بعد 20 سنه او 15 أو 18 سنه، انا حطيته على دماغي، حطيته على دماغي، عملت له كل حته فيها. انا كان دكتور، انا ما كنتش بسيبه، لان فعلا انا بحبه لدرجه ان هو اتجوز وجاب عيال. انا كان حبه ليه اداته لعياله اللي هي من الست الثاني، حب عياله ما لهمش وجود. يعني ما فيش اسم اللي هي دي بنت فلانه ولا بنت فلانه. انا حب خالد واحمد زي محمد ورانيا وبسمه ومعايا، ما تتفرقوش. حتى العيال لما كانت تيجي من ليبيا مع مام ولا حاجه، كانوا يجوا بيطربش الطريق، يجوا عليا جارش. انت قلبك كبير يا حاجه زينه. نفسك في ايه؟ والله العظيم انا نفسي عيالي تتوظف علشان ارتاح، عشان ارتاح. نفسي عيالي تتوظف واطلع عمره، بس دي اللي انا عاوزاه من ربنا. يبقى كتير عليا لو انا طلبت حاجه تانية. لا ان شاء الله تطلع عمره ان شاء الله باذن الله، وربنا يحقق لي كل مرادك باذن الله ان شاء الله. انا سعيد جدا بحضور حضرتك معايا النهارده، واشكرك جدا، وربنا يكرمك. انت ست عظيمه وتستاهلي كل خير. الله يبارك فيك. ربنا يكرمك حاجه زينب. الله يبارك فيك. ودي كانت الحاجه زينب صابر، الام العظيمه المثابره القويه اللي قهرت مرض ولادها وصممت تعلمهم وتربيهم رغم ان هم فاقدين البصر، لكنها قالت لا لازم يكملوا، لازم يعيشوا حياه جميله ويتعلموا. دي ست عظيمه انا بحترمها، واظن انكم كلكم بتحترموها وتقدروها، وانا حبيت اقدمها لكم النهارده واحده.